بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من برنامج علمتني. الحكمة لا تأتي من فراغ ولا تورث، رغم أن الجينات الوراثية لها دور كبير في القابلية لاكتساب الحكمة، إلا أنها تكتسب من خلال التجارب والمعرفة ومجالسة أهل العلم والصالحين والاحتكاك بالناس والاستفادة من تجاربهم. هذا في الوضع الطبيعي، ولكن في حالة الأنبياء والرسل وأولياء الله فالأمر يختلف، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة قبل فصل الخطاب، حتى أن الله تعالى ذكر أنه وهبها لداود عليه السلام وهو النبي المعصوم ليشتد ملكه ويكون قادرا على الحكم بين الناس. فكان بكاء داود عليه السلام المتواصل يلين قلب الجماد، فلم يكن هناك كائن أو جماد إلا يسبح معه. فهل هناك علاقة بين تأوه داود وبكائه بداية للتعبد بهذه الطريقة؟ لنتوسع أكثر في هذه الرسائل القرآنية سيشاركنا ضيف عزيز، فلنتابع معا. تعرض القرآن الكريم إلى الحكمة في آيات كثيرة، وبهذه المفردة الحكمة وردت 18 مرة في القرآن الكريم، وتعرض لها في قصة داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فيتحدث القرآن الكريم عن إعطاء نبي الله داود هذه المساحة وهذا الفضاء وهذا الكمال اللي هو الحكمة. منهم من قال أن هذه أعلى مرتبة ومرحلة من مراحل النبوة يكون الإنسان فيها حكيما يبلغ الحكمة، ومنهم من قال من يعني يشتد عقله ويعقد قلبه على الحقيقة ثم تصدر منه السلوكيات العاقلة التصرفات يعني المتزنة يسمى حكيما. وهاي الأهمية التي تعرض لها القرآن الكريم لا شك بأنه آثارها في الحياة متعددة، ولها يعني سماتها الواضحة في حياتنا الاجتماعية بصورة عامة. فعادة ما تقسم تصرفات الناس إلى تصرف حكيم يعني عقلائي منضبط، وتصرف يعني شبه عقلائي، وتصرف هذا اللي يحمل سمة التسرع، وتصرف فوضوي. فكل واحد الآن يعني يتأمل سلوكيات الناس فلا يخرج بغير هذه النتيجة. راح يشوفون مثلا إذا صدر خلينا نقول حدث معين، راح تشوف تختلف حول الآراء. منهم من يتصرف تجاه هذا الحدث بوعي باتزان بتسرع، أكو وأكو بفوضى وأكو بإهمال. فيقاس هذا الحدث ويقرأ وواحد يعني يمعن النظر فيه، ثم يجي يشوف شنو التصرف الصحيح والسلوك الدقيق اللي لازم الإنسان يتخذ تجاه هذا الحدث. هنا مثلا إذا صارت خلينا نقول فد مشكلة بين طرفين، وانت خلينا نقول كنت طرف بهذه المشكلة، فممكن أنه أحدهم تجاوز، فأنت مباشرة يقول كإنسان خلينا نقول عاقل تقول أرد هذا التجاوز للوهلة الأولى. يجي شخص آخر يقول مباشرة أرد التجاوز لكن بأي وسيلة كانت. شخص ثالث يقول لا، أنا أرد التجاوز لكن بوسيلة معقولة ومقبولة. فإذا هو قد يكون يعني شتمك
أنت راح ترد عليه بشتيمة، فما معقولة خلينا نقول ترد عليه بالقتل، لأنه كلمة تواجهها كلمة، سلاح يواجهها سلاح وهكذا. لكن الحكيم يأتي يدرس الفعل ويقول إذا واجهت بكلمة أو واجهت بسلاح أو ما شابه، ما هي الأضرار المستقبلية؟ ما هي النتائج التي ستنعكس جراء هذا الفعل؟ الدراسة التي يتأمل فيها الشخص العاقل وراح يخرج بها بنتيجة هاي يسموها حكمة. فالحكمة هي أبعد يعني مرحلة من العقل، يعني مو فقط أن الإنسان يتأمل في هاي السالفة، يا أبا هاي يسوي هذا الفعل لو ما يسوي، يقولون هذا العاقل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن قد يقولوا لك واحد زائد واحد فأنت تصمت. عدم جوابك هذا وتأمله قد يكون إعطاء الإجابة فيها شيء، فأنت تكتنز الإجابة لأنه أنت قرأت الموضوع من عدة جوانب. فالحكيم هو الذي يقرأ الحدث من جوانبه المتعددة ثم يرسل الحكم. أما غير الحكيم هو الذي يقرأ الحدث من زاوية أو زاويتين يسموه عاقل، لكن إذا قرأ من زاوية واحدة أو ما قرأ من زوايا المتعددة أبداً ولا أي زاوية، صار حدث مباشرة تصرف، قالوا هذا متسرع. المتسرع يعد في خانة الجهال، وهذا اللي قرأ الحدث قراءة سريعة يعني تصرف لكن نظر إلى زاوية أو زاويتين وطاها أهمية، يقولون هذا عاقل. أما الذي قرأ الحدث من عدة زوايا مختلفة ثم خرج بنتيجة صحيحة هذا يسموه حكيم. هاي الحكمة ما تتوفر لأي شخص، طبعاً أكو ناس يبذلون الجهد ويتعب ويدرس ويتأمل ويشغل دماغه، هذا اللي عادة يعطي أهمية للتفكير، هذا راح تشوفه نتائج حكيمة دائماً. أما هذا الشخص اللي دائماً يقفل دماغه ما يفكر، العقل شبه يلغي فيتصرف، راح يقول شلون يتصرف؟ يتصرف بغرائزه بمشاعره. فإحنا أدنى الناس يتصرفون إما بعقله أو يتصرف يسموه بهواه، يعني بميوله أو رغباته أو مشاعره. أكو اختلاف بالنتيجة بين دول اللي يتصرفون، أكو اختلاف كبير. فأنت مثلاً قيس الناس تعرفهم من الأحداث، هسا إحنا أبسط شيء واحد يتشاق وياه، شوف إذا راح يتصرف تصرف معين، شوف ذاك المتزين العاقل الكذا، خلينا نقول هم يتشاق وياه، شوف راح تكون ردة فعله تختلف. إحنا شلون نعرف الناس الحكماء أو غير الحكماء؟ من ردود الأفعال. ردود الفعل، رد الفعل من أي إنسان هي تعكس شقد هو يملك نوع من الحكمة أو ما يملك أصلاً أي حكمة في الحياة. فهنا امتلاك الحكمة خلينا نقول مو هو دائماً موهبة، يعني مو يولد الإنسان وكأنه مشكلين لجهاز هو حكيم، لا ماكو هيك شيء. الإنسان هو يختبر الحياة، يعيش بالحياة، ودائماً ما يعتني بأفكاره ويهتم لأي موضوع فيعطي لأي مشكلة حجمها الخاص. هذا الشخص اللي تشوفه مرات مشكلة بسيطة فيعطيها حجم أكبر من الحجم اللي المفروض تأخذه، هذا ما يسموه إنسان حكيم، هذا إنسان عادي أو إنسان متسرع. فقياسها بردود الأفعال، فالفعل أنا من يحدث وياي الرد مالتي تجاه هذا الفعل اللي صار، هذا على أساسه تقاس الحكمة. فما عدنا خلينا نقول مقاييس دقيقة ومحددة، بقدر ما إحنا لازم ننتبه إلى الأفعال من خلالها نقيس الحكمة. نشكر ضيفنا العزيز على هذه المعلومات التي شاركنا بها، ونتابع معكم أعزائي المشاهدين لنعرف أكثر بأن الحكمة نعمة كبيرة من الله عز وجل، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا علينا السعي دائما لأن نجاهد أنفسنا في سبيل زيادة المعرفة والعلم والتقرب إلى الله كي ينعم علينا بالحكمة والخير الوفير. ففي حياتنا اليومية نحتاج إلى وجود من هم أكثر حكمة منا ليكون لنا عونا ومرجعا نلجأ إليه عندما نحتار أو نشعر باحتياجنا لمن ينير علينا أفكارنا وبصيرتنا أكثر. والسؤال هنا، ما هي الصفات التي تهتم بتوفرها في الشخص الذي يحكم بينك وبين الناس؟ هذا ما سنعرف إجابته من خلال استطلاع أجريناه لمجموعة من الأشخاص، فلنشاهد معا. أولاً لازم عنده خبرة بالموضوع اللي إحنا جاي حكم بيناتنا، لازم عنده يعني خبرة خلفية زين، وطبعاً لازم عنده عدالة وعنده يعني فهم للمواضيع، عمره، تجربته، هذه كلها مهمة حتى يحكم بين الاثنين. وطبعاً كل موضوع بموضوع، يعني كل موضوع اللي موضوع التحكيم
مواضيعه هواية، والخبرة لازم يعني الشخص اللي يحكم لازم هذا الموضوع اللي عرضوه عليه لازم، يعني مو كافي هو إنسان عادل وإنسان يعني محايد وإنسان هذا، لازم يكون عنده خبرة بالموضوع اللي ده يحكم به حتى يكون حكم عادل وصحيح. تكون هناك أولويات، وأول الأولويات هي العدالة أو العدل، لأن بالعدالة راح نطمئن للشخص المقابل أو الشخص اللي إحنا نريده يحكم، فضلا عن عنده نفضل تكون عنده المروءة، تظل عنده العلم القانوني نوعا ما، ومخافة الله، كل هاي الأمور المفروض الأولويات. من أولويات طبعا هي العدالة، وعنده علم شوية بأنه ما نقول واحد عنده عدالة بس هو ما يعرف، نعرف أبجديات الحكم، بس هو طيب، هو عنده عدالة، عنده عدالة لازم يفضل لأن تكون عنده معلومات، وان تكون مثلا معلومات قانونية نفرض أو عشائرية أو على تبع لنا ذاك الخلاف. الصفات أول شيء أن يكون ضمن إطار مخافة رب العالمين، وضمن الأشياء القانونية الواجب توفيرها في الحياة، وبعيد عن التأثيرات الجانبية، التأثيرات غير أقارب، الأمور الاجتماعية التي يتعرضها دائما غير الحاكم، أو الضغوط التي يتعرضها غير في إلقاء غير حكمه، فعليه غير أن يبتعد عن هذه الأمور، وأن يتحلى غير بالعدالة، وأن يكون غير أمامه مخافة رب العالمين. والله أكيد لازم الشخص اللي يحكم بيني ويعني وبين الناس أن يكون عنده مخافة رب العالمين، وأن يكون عادل، ويتوفر به يعني صفات الإنسان العادل والخلوق، وأن يكون يعني مو باطل. ما يصير أنا أظلم شخص على حساب شخص آخر، وأكيد طبعا هذا شلعن حتى حرام ما جائز، لازم أنطي كل شخص حقه. أي شخص اليوم يجي يحكم بين طرفين لازم يكون عادل، ما ينطي أي شخص إذا ما ينطي شخص استحقاقه. أن يكون عادل، وثاني شيء أن يحمل مخافة الله ويحكم بين الناس بالعدل، ما يظلم الناس باتخاذ القرارات أنه يظلم شخص على حساب شخص آخر، أن يكون ذو باء طويل بالحكم وذو خبرة عالية، يعني خبرة الحياة اللي نمرها. الصفات هي المفروض هي متواجدة، هاي الصفات من أساسية أنه يكون مخافة رب العالمين عنده، يعني هو دي يحكم على غير شخص، وأكيد هو الحكم لازم يكون عادل، يعني سواء كان ذاك الشخص بالصفة السيئة أو بالصفة الحسنة، وهو دي ينقل شيء لشخص آخر بحيث ينطيه حقيقة، وتعتبر هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص الذي ينقل حقيقة، أن يكون صادق وأمين وينقل المعلومة بأمانة، وهذه المعلومة إذا نقلها بأمانة فهو أمام رب العالمين محاسب. عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين بعد أن رأينا معا الاستطلاع الذي تنوعت فيه الإجابات، فلكل منا قيم عليا ومبادئ في حياته يحافظ عليها ويجدها في من يعتبره قدوة له ليرضى به حكما إذا احتاج إليه ليحكم بينه وبين الآخرين. ولنتابع معا حلقة اليوم ونستخلص رسائل أكثر من قصة النبي داود عليه السلام، سيكون معنا ضيف عزيز ليجيب عن الأسئلة التالية، وهي: هل اكتساب الحكمة يحتاج إلى استعدادات فطرية وإمكانيات خاصة؟ وماذا عن البيئة المحيطة والمهارات المكتسبة التي نحتاج إليها في بلوغ الحكمة؟ وهل بلوغ الحكمة أمر ممتد لا نهاية له؟ وعندما يصل إليه الإنسان يبقى معه إلى نهاية عمره أم أنه يحتاج إلى تنمية مستمرة؟ فلنشاهد الإجابة معا. موضوع الحكمة من المواضيع المهمة التي على الإنسان أن يمتلكها، وهي إحدى المهارات السلوكية التي يجب على الإنسان أن يتمتع بها، وهذه وهناك استعدادات فطرية لدى البعض تكون موجودة منذ الصغر، فتجد أن طفلا معينا حكيما في تصرفاته، حكيما في سلوكه مع أقرانه وزملائه، وقد يكون مثار إعجاب
للناس الذين يتعامل معهم، فنطلق على هذا الطفل أنه ذو سلوك قويم أو سلوك ممكن أنه يقتدى به. وأيضا ممكن أن تكون الحكمة مكتسبة أيضا عن طريق تعامل هؤلاء الأشخاص مع البيئة، تكتسب من خلال الأقران، تكتسب من خلال القراءة، تكتسب من خلال التعلم، فيصبح هذا الإنسان أيضا حكيما باكتساب مهارات من البيئة والمجتمع. كما تحدثنا أنه المهارات المكتسبة من البيئة، فتجد أنه أحيانا أبناء أو الأولاد في المدن لديهم سلوكيات وتصرفات ومنظومة قيمية تختلف مثلا عن أبناء الريف أو تختلف من بلد لآخر. إذن هنا نعود إلى البيئة والمجتمع المحيط بهؤلاء الناس، كيف يتعلم هذه المنظومة القيمية التي تصبح جزءا من سلوكه اليومي بالتعامل مع المشاكل التي قد تحصل لهذا الإنسان، مع الأمور التي تحدث له بشكل طارئ، فتجد أن هذا الشخص يعالج هذه الأشياء بحكمة ويعالجها بسلوك راقي، وعكس الشخص الذي لا يمتلك الحكمة تجده عشوائيا في تصرفه، متمردا في سلوكه، فنطلق على هذا الشخص يفتقر إلى الحكمة أو شخص غير حكيم. ممكن أيضا اكتشافها من خلال مجالسة الأشخاص الذين يمتازون بالحكمة، فتجد لقمان الحكيم عندما أوصى ابنه وصية معروفة قال له: جالس الحكماء أو العلماء وزاحمهم بركبتيك. إذن هنا مجالسة الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة والحكمة هو أمر مهم جدا في سبيل أن نكتسب هذه المهارة التي تمكننا من العيش بشكل سوي وبسلوك قويم. أن يكون الإنسان يافعا أو شابا في بداية حياته، وهذه المرحلة هي مرحلة تمتاز بالسلوك وتمتاز بثورة المعرفة وحب الاستطلاع في هذه المرحلة لهذا الشخص، بحيث أنه يكتسب كل العادات والسلوكيات من المجتمع عن طريق اختلاطه ضمن البيئة، بيئة الأسرة وبيئة المنطقة وبيئة المدرسة اللي هي بيئة تعليمية معرفية مهارية أيضا. وهنا في هذه المرحلة يبدأ الإنسان باكتساب مفاهيم أوسع لموضوع الحكمة، ويبدأ يتعامل مع الأشياء بعقلانية ومنطقية ويخضعها إلى تفكير منتج أحيانا ينعكس على سلوكه، ينعكس على شخصيته. فنطلق على هذه المرحلة هي مرحلة الأسس العليا في بناء شخصية الفرد وبناء منظومة الحكمة أو مهارة الحكمة لديه. ننتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة ما بعد الشباب، أو خلي نقول هذه المرحلة اللي تقع بين مرحلة الشباب ومرحلة البلوغ، أو أن يكون الرجل بالغا ما بعد يعني 40 عام. هنا الإنسان يبدأ بالنضوج الكامل عقلا وجسدا والسيطرة على كل انفعالاته و غرائزه الأخرى التي قد تقوده أحيانا إلى تصرفات تكاد نطلق عليها تصرفات أو سلوكيات غير حكيمة أو فيها أخطاء. ولكن هذه المرحلة هي مرحلة نضوج بالكامل، فيبدأ الإنسان يتعلم منه الآخرين. هنا مرحلة اكتساب المهارات والمعارف واكتساب السلوكيات والتصرفات التي نطلق عليها سلوكيات حكيمة، لا، في هذه المرحلة يبدأ الإنسان يغذي المجتمع ويغذي الناس المحيطين به بهذه الأفكار وبالسلوكيات التي نطلق عليها
سلوكيات تمتاز بالحكمة والمعرفة والدراية، ونستطيع أن نتعامل معها على أن نقول هذا الإنسان بدأ يصدر أفكاره ويصدر تجربته على مدى سنين طويلة، فتعلم من الأخطاء وتعلم من المشاكل التي تعرض لها ليصبح حكيما ذو فاعلية في المجتمع. نشكر ضيفنا العزيز على هذه الإجابات التي شاركنا بها، والتي وضحت أن الإنسان الحكيم مستمر بسعيه للمعرفة المتجددة والعلم، والله يمده لأنه الكريم الذي لا يضيع أجر من يحسن عمله. وعندما يرى الله الخير في قلوبنا ونوايانا ييسرنا للخير، فاحرصوا دوما على ذلك، وتقربوا من الأخيار دائما الذين تظهر عليهم سمات الحكمة والأخلاق الحسنة. في الختام عزيزي المشاهد، لا تحكم شخصا في قضية أو مشكلة ما إلا إذا كان من أهل الحكمة، حتى لا يميل في حكمه فتكون إما ظالما أو مظلوما. ونسأل الله أن يرزقنا الحكمة ويوفقنا جميعا. نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.